السلام عليكم ولال احمد يا شيخ شبلي وان اذن سلامي سلام كدب وحان دونيا ان عن شيق ويديو الهي حفديو سؤال شيد وحا ايتها ولال حاس وحان لا يهي حاس وحان اسقبني مدبدا او كدوات سغال سنة وح اولاد اهنا الهي نمسين وحو مانا او انا دحمري قبداس مجرتو بلسي هو يدي ايا وحي ليدهي فر قبدا انيغانا مدوني ان عن فرو شريعادو محي كقبتا ارنكا ان اي هيستو هو يدي فرطة يدي بدن موحدي باي اوغيني ساحر جينا محان كسامي هو يدي ارنكا ايغو ليدهي مواجب با انا سامي وحي فريسو الحمد لله احمد او وحان فريا والدكنا تحقرين بوليه والدك يحاسك هدين نقضان وحا حق بدن والدك صحابة انين كميدا لو يدي قصة كدو الملاقان تكما هدليو لكن هو يسو استاكتايو حالا فراتري قبالي نين او يميد وحيو قالون ايو حاسك اغانا فرقوديه مايو والد كان عاصي كله ماي لكن النبي وحان مقليله هو يدو الباب هذا كان هذا كان وفي عن واي هذا الباب كان مسكدة يع أما إلى شوير صدرت تسائل كان وحان رواينا إلى هذا أنا جا وح كلاي مغضة وحلا وح كلا وحلا والد كسجال سنة هذا ترى راح يتهدنا حاجة ده ستاجنت هاي صور كأم مغضة وحاوي إننا حقا كسعن الملاعانتو المها إناد دشود المية لطيربتا حقا كليتون سنتهي إنا ذو حندي بنتهي لغنا كقاذل هذا لما متسامي هدي إلا دو حقا عادتا واريد كو عدايا واحد كتيرا هذا إلا دو حقا إيغا سي او غادان إننا قبرداني وحدن بيالهين وإيادو با ilmo u baahanan lahayd oo dhici karta inay kugu dhibanta haddii xaq gabadha tahayna ama aan la kala ogeyna waalidku wuxuu rabaa nuxurku inaad reer yeelato ilmo dhasho waha waxaan dhihi lahaa reer labaad gursu hadii ba ka ilaahay ilmo kaasiyo mushkiladii xaq waalidka inay xalisanta laga yaaba xaq xaaska ee mushkiladana istijaabiya wax la mid ka timaadana دي مركز هذا حل كهذا هذا علماء ويدين لكن إيماننا ويبدع كرتا وهذا هرد علماء يوحني من لكن وحنده لها جبرنا أنها فرد ويدع كرتا ما كان غير كلي يالات إن الله وضع بعد علام بعد كرتا نبان صاحبنا غير بمدد القبي ويل مدي أنا بوها ما نقدم به يدي باكو قصبتي أو جبر دونت haski sina wallahi allah wuxuu sida la taagan ma xal dib ma la way ku tiri guurso markuu guursaday ilaahay wuxuu qadaray labadiiba uur ba yeesheen intana qana dhacdooyin karaan laba maaha saddex maaha afarna maaha waxa dhici karta ilaahay sabab inuu ka dhigo gabadhan ilaahay ilmeen u siiyo oo marka yar murugoota ilaahay barido waqti ijaaba dacwadii la aqbalay ay ku beeganto haddana nahayno ciladu xageeda tahayna xal lahayna ina yidana reer ahaato adan reer iyo ilmo aad yeelato hooyo waxay tabanaysay ka xumayd aad ka baxdaa dhici karta aniga siyaabahaas ay igala saxsanaan lahaa laakiin haday qir iyo qir gaadho waalidka qadarinta mudan wabillahi tawfiq wa tahay ajri xasanad alla soo koobi kara.